رجعت لكم ثاني. مرة واحد سأل أحد الأئمة على ما أظن الإمام السادس، قال له أريد أعرف الله أكثر. فالإمام سأله عمرك ركبت سفينة مرة؟ قال له إيه. قال له الإمام هم انكسرت بيك مرة من المرات وما كانت أي سفينة تنجيك ولا تعرف تسبح حتى تنجو. قال له إيه سيدي. قال له الإمام بلحظتها وانت بأحلك الظروف هم ارتبطت بشيء بداخلك حسيت بيه يقدر ينجيك من هاي الورطة. قال له إيه صحيح. قال له الإمام هذا هو الله. يعني بعبارة ثانية كانت كورونا أقصد السفينة سبب بإظهار هاي الفطرة بداخل الصحابي حتى تقوي معرفته بالله. فاللقاء الثاني مع كورونا كان حول هذا الموضوع. زين أستاذنا كورونا، كمل لنا سلسلة الفوائد. السبب الثاني يا دكتورنا العزيز هو أن ترجع لذاك الموجود اللي أقوى مني وقادر إنه يخلصك، القوة اللي فلقت البحر لموسى وهو بأشد الحاجة، فرعون من خلفه والبحر من أمامه، القوة اللي بدلت حرارة النار إلى جنات ونعيم لسيدنا إبراهيم بحيث لا ناصر ولا معين، القوة اللي كانت تنتظر النبي أيوب يرفع راسه للسماء ويقول ربي مسني الضر، وبوقتها الله خلصها من أمراضه وآلامه وبدل كل حياته. الله، أحس كلام كورونا خلى عندي ثقة وتوكل. قبل لا ترحون أريد أنبهكم على شيء كلش خطير لازم تديرون بالكم منه، لأن هالشي يقتل الثقة والتوكل داخلكم ويدخل بقلوبكم الخوف والرعب. هذا الشي هو التهويل الإعلامي ومتابعة العقول اللي تعشق اختلاق القصص وفبركتها اللي يدخل الوهم بعقل الإنسان. تدرون التهويل الإعلامي هو الوسيلة الأساسية اللي يستخدمها يزيد حتى يقدر يكمل مهمة قتل أولاد الرسالة بحيث تراجعوا هواي ناس عن عقيدتهم. ولو ما كان صوت السيدة زينب يصدح بكل مكان حتى يظهر الحق على الباطل ما كان انتصر الحسين. وأني وياكم يا حلوين على مسار السيدة القائدة، ما نستسلم بالأزمات ونتراجع عن ثقتنا أبداً أبداً. الحذر واجب لكن من دون خوف أو ذعر.